اخواني اخواتي السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مره اخرى في مطبخ الشيف مجيد. اليوم غادي نقدموا وصفه جديده، هي البقلاوه بورما على الطريقه التركيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا على بركه الله غادي نشوفوا لي زانغريديون اللي نخدموا بهم اليوم والماتيريال تاع هو. بسم الله. اولا غادي خصنا ورقه الفينو، هذه الورقه هذه يعني من صرع كيصنعوها في اي مكان يعني، وهي اصل تركي. خصنا واحد جوج ديال الزيوفه يعني عندهم شويه ديال متفيهم شويه ديال الماء باش ما تنشفلناش العجينه. هذه الورقه عفوا اللي غنديرها فوسط منها. خصنا سكين حاد، خصنا واحد 6 ولا 7 ديال العواد ديال هاد لي بومبو اللي كنديروا فيهم لي بروشيت، نجمعوهم وندورهم في بابي تاع هاد بابي فيلم عفوا، وغنديروها فيه ونجمعهم باش نخدمو. خصنا واحد البانسو، خصنا 200 غرام نتاع الزبده مذوبه منحيده منها الماء ديالها يعني او داك لو بتي لي كما كنسميوه. عندنا مكسرات، نقدروا نستعملوا اي مكسر بغينا، يعني نقدروا نستعملوا البيستاش، نقدروا نستعملوا لاكاجو، اللوز، كاوكاو، اللي بغينا. غير نحمروهم شويه ونطحنوهم وما عرفتش نعجنوهم يعني في الطحين ديالهم ما يتعجنوش. كما تشوفوا هنا انا استعملت 400 غرام نتاع البيستاش، طحنتو وخليت فيه شويه ديال الحبيبات باش الماكله ناكلها تكون شويه مقرمشه كما كنبغي ديما كتكون حاجه. عندنا 3 معلقات صغار نتاع ماء الزهر، وعندنا هنا العسل تقريبا 400 غرام ديال العسل كما ما صوبناه، راه كاينه لا روسيت في الفيديو ديالي. او عفوا وخصنا بلاطو باش غادي نخدمو. بالنسبه للبلاطو كما نصيحتي ديال اليوم، ديما البلاطو بغينا نشريو بحال نشريو يكون غليظ ثقيل باش حتى طيبنا فيه ما يتحرق ليناش اي حاجه تشوي لا تحرق لينا. اذا على بركه الله غادي نطلقوا طريقه التحضير. اذا بسم الله، اول حاجه غادي نديرو ندهنوا البلاطو ديالنا بالزبده اللي درنا، ندهنوا غير شويه يعني الجناد ديال كله حاول يدهن. اوكي نحطوه على جنب، العسل ديالنا احتفظوا به من بعد. اوكي بعد ما دهناها نحطوه على جنب وغادي نخلطوا هذا البيستاش ديالنا. اذا لكن بالنسبه قبل ما نبداو الخدمه ديالنا، الا كانت يدينا متلقه شويه بالخدمه، غادي نشعلوا الفران على 180 درجه وغادي نخليوه حتى يسخن مزيان. وملي غندخلوا ليه هذه البقلاوه ديالنا غادي نخليوها في تقريبا 45 دقيقه، لكن نردوا البال لان الفران واخا بعض المرات كنديروا على 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 180 يقدر يطلع لنا الحراره اكثر الا ما كان الا كان الفران عادي. اذا وفي هذيك الحاله غادي يكون العسل واجد عندنا وبارد، يعني العسل يكون واجد وبارد نحتفظوا به، لان بمجرد ما نخرجها خصنا نسقيو هاد البقلاوه ديالنا. اذا غادي نضيف هاد ماء الزهر على البقلاوه هنا وغنضيف لها واحد شويه ديال الزبده وغنحركها مزيان حتى تنسجم. اذا نتشوفوا من بعد. ضفت هنايا 3 معالق ديال الزبده، ماء الزهر، ما درتش انا السكر. كاين اللي كيقول لك دير السكر، كاين اللي كيقول لك دير السكر كلاسيك، اللي كيقول لك دير مثلا الكونفيتور، كلها والطريقه اللي كيبغي اش يدير فيها. لكن انايا بما اننا غادي نسقيو بالعسل، علاش غنديروا السكر ونديروا العسل ونديروا ما عنده حتى شي فرق وكيدير فيه. المهم هو تكون النسبه ديال ماء الزهر خدمات فيه مزيان. وكاين اللي كينسم بالقرفه، يقدر ينسم بالقرفه، يقدر ينسم اي حاجه بغا، لكن ماء الزهر كيكون فيه رائحه زعما ما شاء الله زوينه. هذا باين راه عطيه الريحه بالاخص اذا كان ماء الزهر يعني اصيل او اصلي كنقولوا. بالنسبه لهاد المكسرات اللي غادي نطحنو، ما نطحنوهمش حتى يوليو كالعجينه، خصهم يبقاو كما كتشوفوا هنايا يعني كي بحال الدقيق يعني ما تجمعش. وبالنسبه لهذا كما قلت راه حمرناه واحد شويه يعني غير باش تحيد ديك ليميديت ديالو باش يجينا سهل في الطحين. اذا بسم الله على بركه الله، كما شفتوا هنايا عندي هنا الحمد لله مقاده ودرت ليها هذا الزيت يعني فيه شويه ديال الماء، غنهز فيهم زوج ورقات. نبدو البال كيتقطعوا بما كتشوفوا هنايا، ونغطيو هذا عاد نباشروا العمل ديالنا. ديما نغطيو عاد نمشيو، ما نخليوش
ولا كان مثلا عندكم الكوزينة سخون مع الصيف هذا يعني هذا يكون فازك شويه اكثر. هذا السيف اللي غنديرو فوق يكون فازك شويه اكثر. اذا اول حاجه غنديرو غندهنوا هذا الورقه هذه ونردوا بال معها لان راه فراجي بزاف. ماشي حنا ندهنوا غير شويه باش تجينا ساهله لا في الطي لا في اي حاجه. ومن بعد غنضيفوا لها الزبده ونخدموا. غنجيبو هذا اللي درنا هنا نحطوه تقريبا على بوعشي 10 ديال السنتيم ونلويوها ونحيدو الريح اللي كيكون ما نخليوش. راه ساهله يعني ما يحكرش الانسان راسو يقولك لا راه غير غنشوف هاد الفيديو صافي الفراجه. حنا كنديرو هادشي باش الانسان انه يتقف راسو من ناحيه الكوزينه ما يبقاش خدام بالطبخ ديال بلادو بوحدو. يعني يحاول يغير ما امكن. كاين اللي كيشد هذا وكيفرفته كله من بعد كيجمع. كاين اللي كيجي كيحطو هنا في الجنب كيخدم. غادي ندير الطريقه بجوج وغادي نشوفو. بسم الله. هاد الحلوه رغم ما كنشوفوها راه تقدر اقتصاديه. تقدر دير فيها البيستاش تقدر فيها كاوكاو اللوز اي حاجه بغيتي. يعني ماشي ضروري حنا نمشيو للبيستاش ونمشيو للاشياء الغاليه. والعواد حاولوا يشيطوا لينا من الجناب. هان طريقه سهله غادي نجمعوا هذه. بسم الله جمعوها ما خمسة البيستاش الجنب ما عندناش مشكل. نجمعوها شويه الزبده هنايا يعني ماشي شي حاجه صافي. وحتى لا تقطعات ولا شي خليها ما فيها مشكل لان من بعد ما غادي طيب راه كيتجمع وكتولي قاصحه وكتكال. يعني ما عندها حتى شي مشكله تقطع من هنا ولا من هنا ولا ما عندها حتى مشكل بحال كتلحم ملي كطيب. وغادي نجمعوها بشويه اللي ما عرفش يحاول يجمع بشويه من هنا بحال هكا يدير هكا يعاود يجي هنا يجمع شويه هكا يحاول يمشي معها. يزعم ما تخاف والو زعم ثاني يزعم عليها شي كتجمع حتى النص بهذه الطريقه. غادي نحاول نفكها من هنايا بشويه. علاش قلت لكم انا غادي يكون كبير باش تساعدكم هنايا الا مشيتي تال الطاوه بتحيلها تقدر ديرون جمعه. وديما نجمع على قد الطاوه اللي عندي بحال دابا هادي نجمع على قد الطاوه اللي عندي. اوكي بغيت نستعملها كنستعملها لكن الاحسن نجمع على الطاوه اللي عندي هنايا. بسم الله غنخرج هذا عادي خرجها حتى تقرب تخرج كلها ونهزها. إلا عندي هنا كبير شويه نقطعو من هاد الطاوله هادي ونجمع مزال. واخا تحلات من هنا راه قلت لكم ماشي مشكل كما كتشوف خصها مزيان تجمع هكا. نفس الطريقه غادي نخدمو معاهم كلشي. غنعاود معاكم وحده اخرى بيستاش ما نضيعوش. هنا غادي نديرو طريقة ثانية. اوكي بسم الله باش ما كانت لك يعني هذا الورق هذا لاكالي ديالو مزيانة كونوا على يقين انكم غادي تحصلوا على يعني حلوة رائعة بقلاوة رائعة ولا حتى في أي حاجة تستعملها. تقدر تستعمل في البريوار تقدر تستعمل في أي حاجة. أنا في أي حاجة كنستعملها فيها كتجي رائعة. الطريقة اللي قلت لكم أنهم كتستعمل هي بحال هذا الشكل كيفرتو عليها كامل. لكن في الحالات الكبارين نحيدوهم لكن إذا كانت كبيرة تحيد. طب الطبلاق تكون نقية ومعقمة باش أي حاجة طاحت فيها نستعملها فيها ونهزوها مرة ثانية. وكنشكر كل واحد كيشجعني بالتعليقات ديالو. حتى اللي عنده مثلا عنده بغا أكلة ولا حاجة أنه بغا يصاوبها ولا خسرت لي حاجة ما كاين مشكل أنه يكتب في التعليق ديالو أنا غادي نجاوبه. والأجوبة أقل شيء راه كتكون نهار كنجاوب. أنا يوميا كندخل لاباج راه كاينة باج في الفيسبوك وكاينة هاد القناة تا هي كندخل ديما للتعليق. أنا ما عمرني شي تعليق ما قريته كلشي التعليق كنقراهم. وكنشكر كيما قلت
كل واحد ساعدني في التعليقات ديالو وكيشجعني. وما تنساوش اللي كان جديد معنا انه يضغط على الزر الاشتراك والبارطاج وجيم، وما تنساوش تبارطاجوها في الفيسبوك والواتساب ديالكم. شكرا. المهم نرجعوا للبقلاوه ديالنا. كما قلنا هذه هي الطريقه اللي كدار في تركيا وكيجمعوا بسهوله، ما تضغطش عليها عادي. زيرها يعني خرج بحال هذا السيستم، بحال هذا السيستم، سواء شتتناه سواء جمعناه فلوس ما فيه حتى شي فرق. نخرجها هنايا هكا، وغادي نخدموا على نفس الطريقه. اذا نتلاقاو ملي نكمل الطريقه هذا البافو ديالي ان شاء الله. اذا من بعد ما عمرنا هذا الفيلو كما كتشوفوا، هذيك الطريقه الاولى اللي كنت درت، وهذه الطريقه من هنا طريقه تركيه، يعني غشتت فوس من الورقه هذا البيستاش، ومني استعملت هذاك البيستاش يعني غشتته، استعملت زوج باكيات باش عمرت هذا البلاطو، يعني زوج باكيات، يعني ديك 400 ولا 450 غرام ديال البيستاش اللي طحنت عطاتني بلاطو عامر ديال تقريبا 40 حتى 50 سنتيم ديال الطول ديالو. يعني من الاحسن اننا غير شتتوها، وغادي يبان لكم انا درتها اكسبري باش يبان لكم الفرق، ها الطريقه باش عمرها، الطريقه فاش شتنا بها. اذا كما قلت خص يكون الفران قبل من 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 ندخلوها للفران، يعني خص الفران يكون موجد عندنا 150 180 عفوا درجه، ونديرو المكنه ديالنا على 40 درجه، والفران يكون شاعل فيه غير لتحت ما يكونش شاعل فيه الفوق. الزبده زدنا تقريبا واحد 100 غرام ذوبناها باش غادي نعاود نسقيو هذا سميتو هذا البقلاوه والعسل اللي يكون عندنا واجد وبارد. اذا على بركه الله الزبده حيدنا منها هذاك الحليب اللي كيكون فيها ولا داك الماء اللي كيكون فيها. وفاش كنكونو كنخدمو كيقول ديما خص الورقه ديما تبقى مغطيه، نغطيوها ماشي مشكل. تقطعت لينا في البلاطو هنايا او حاجه ماشي مشكل، غير هذه الورقه راه كتبغي الزبده، هذا هو السر النجاح ديالها. الا كانت الزبده عندها مزيان كثيره راه كتجينا مزيان الورقه حتى هذه هكا، ونديوها للفران. لكن قبل ما نبداو غادي خصها تقطع، الطريقه ديال التقطاع باش تجينا متساويه غادي نجيو اللوست، الموس يكون ماضي نجيو اللوست حين نزعمو معاها، ماشي نذبحو، نضغطو نوركو. اللوس من بعد غنجيو نقسمو هاد النص على جوج، الموس يكون ماضي مزيان، كما كتشوفو هنا راه طلعت لنا بشويه من الجيبات. نديرها الزبده ديالنا بقات ما نزيروهاش، حتى الى طابت ولقينا بان هاد البلاطو عندنا عامر بالزبده او الحاجه نحيدوها، لكن العسل يكون واجد. كنقولها العسل يكون واجد باش مباشره غير نخرجوها من الفران نحطوها على حاجه اللي كتحمل الحراره ونسخيوها بالعسل ديالنا. اذا نتلاقاو ملي غادي توجد لينا هاد البقلاوه ديالنا. اذا بعد ما خرجنا البقلاوه ديالنا من الفران سخونه دابا في البلاصه، غادي نديروا لها هذا العسل او القطر الى صوبناه، يعني السيرو غنمشيو معاه بشويه هكا كتسمعوا راه نزل معاه حتى تشرب، وما نحيدوهاش من طواطينا نخليوها حتى تشرب على خاطرها تقدر تقص ساعتين ثلاث سوايع كاش شحال ما قعدات راه مزيان. يعني باش ما سخونه غتشربينا العسل زعما ما شاء الله رائعه، وريحه ما الزهر عاتيه فيها. يعني 40 دقيقه حتى 45 دقيقه كنقول حسب الفران، وردوا معها البال، ردوا البال الفوق ما يتشعلش ليها حتى يعني شنو نقول لك ديك 3 4 ديال الدقائق ونوقفوا حداها. اذا من بعد ما شربتنا العسل ديالنا غادي نزينوها. نقدروا نديروا ماشي ضروري ان نديروا خط مقاد
ولا سميتو، نلوحو عليها في الفوق، ولا بينا نحتفظو بها في البراد في الكونجيلاتور. ممكننا غير هي نديرو كما كنقول لكم واحد الورق مجمع عفوا، يعني غادي نديرو في التحت، من بعد نحطو واحد لاكوش، نحطو عليها ورقة أخرى، ونحط الكوش ثانية، ونفس الشيء حتى الأخير نغطوها، ونغطوها بإحكام، ونحطوها في الكونجيلاتور ديالنا. وقت ما بغينا نهزو دوك اللي بغينا نخرجوهم بنص ساعة يكونوا واجدين، ما نحتاجش نسخنوهم ولا أي حاجة. إذا نلتقيو في التقديم النهائي إن شاء الله. إذا إخواتي أخواتي، من بعد ما دوزنا جميع المراحل ديال البقلاوة، الآن صار عندنا الشكل النهائي بالصحة والراحة. ما تنساوش إلا عجبكم الوصفة ما تدخلوش علينا بجيم، بارتاج والاشتراك بالنسبة للناس الجداد، ونشوفوا في وصفة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. صحتكم.